أستاذة إخلاص في ست جدات تقول لك إيه، لا 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 بقول لكم إيه، ما تمشوش كلامكم على حفيدي وهو عندي، هو يجي يتدلع يجي يتبسط، وأنتوا بقى مشوا أوامركم دي في البيت لما بيكون زيارة خفيفة، غير اللي بيبقوا عايشين طبعا مع طبعا. بعض. لا، هما مش يعني درجة التوجيه ما بتبقاش مثلا مجرد يعني طول اليوم، لا هما بيقضوا معايا الوقت كله، هما موجودين خلاص انا بسيب لهم المساحة برضو، عشان انا قلت لحضرتك لازم ان انا يبقى في تضارب في الفكر بتاعي وبتاعهم، بالتالي مش هيستفيدوا، هيبقى في فكر مش هيبقى مصلح او مش هيبقى كويس، لا لازم يعني في نظام او في حاجه احنا اولاد ماشيين عليها، لا احنا نلعب نترفه، انا باخدهم بنروح النادي، ممكن العب معاهم كوره، ممكن العب ولاد معاهم بنتك اي غير حاجه، ولاد ابنك؟ لا الاثنين نفس يعني الحب ونفس المعزه. ساعات زوجة الابن ما تقبلش ان حماتها تولد، لا يقول لك طنط زوجة معلش الابن يعني صح عندي نظام صح وهم لازم يناموا الساعة 7 ما هو بقول ومعلش هيطلع. لحضرتك هم بيبقوا معايا مش الوقت كله، مش يعني معايا مثلا زي ما يسهروا 12 لان البيت جنب بيتي، زي ما يسهروا مثلا بعد كده خلاص بيبقى في تواصل بين الام والاطفال، يعني هم مش اطفال، انا عندي ياسين اولى ثانوي ما ما شاء شاء الله، الله. ويحيى يعني في اعتماد، وفي يوسف وفي ادهم في اعتماد على يعني الفكر، احنا كفايه كده يا اولاد، اقول له مثلا طيب شوف ماما حلو ده. احنا عايزين نقعد، اقول له طب ماشي حبيبي شوف ماما واحنا قاعدين، ليه؟ عشان ما يبقاش في تضارب، اللي اصل هي انت حماتها مش ماما لا بنتك، لا بنتك علشان هما جنبي، بنتي ممكن مثلا بتديني الاولاد بيقعدوا معايا يوم اتنين، برضو بيجوا بقى يحيى وياسين اللي هما جنبي بيجوا يقضوا معاهم، بيبقى يوم جميل، بنروح بيه نادي دجله جنبي على طول، كويس. بنروح فيه يعني كل النوادي، بحيث ان هم يبقوا في ترفيه، لان هم في التدريب طول اليوم طول الايام في طيب تدريبات في ساعات بيلعبوا هاند بول في هم. ساعات جدات بتشوف انه طب ما احنا ربينا بطريقتنا على قديمه، والولاد ما هم طالعين زي الفل، هو فتحوا بيوته زي الفل مفيش حاجه، زمان غير لما دلوقتي. يجوا بقى ايه يعترضوا على فكره التربيه الحديثه، يعني يمكن مدام فاديه قالت لك لا ده حاجه جميله وكويسه جدا لانه الزمن اتغير الزمن اتغير. والظروف اتغيرت، لكن في ناس تانية تقول لك لا طب ما احنا نربي على اصوله وعلى قديمه وعلى زي زمان كله، لا ممزوجة بين لا صح الأصول لا ما وبين ربيش ال على قديمه الحقيقي، الجديد جديد لا برضه مدام ممزوج. عايشه. بص بصي هو ممزوج كان ما كل نقدرش. دايما اعتراضي معاهم او وجهة نظري التكنولوجيا ايه بقى اللي هو الحاجات الحديثة التكنولوجيا الآلات الايباد الحديثة والتليفون معترض على الموضوع ده، بعترض عليها لأنها عايزة يكون الأم يعني تسبحي صح ضد صح التيار مش كده. انت كمان ماسكه وهم ماسكين تشوفي ايه وهم بيشوفوا ايه بيتفرجوا، انت حضرتك امسكي ما هو الموبايل ده شركه ممكن كبيره، بعد ساعات بيلاقي بيجيني حاجات منظر مش كويس، ده يشوفه ليه طفل يشوفه ليه؟ طب احنا ما نقدرش ما هي نمنع دي برضه مشكله، الحاجات ايوه دي، ما انا حاجه قصدي بقى مش انت لقيمه تبقي يعني التربيه عارفه نفسها. تقدري بقى انت الام تعرفي مع عيلك انك توصلي بيه لبر الامان، مش كل حاجه يتفرج عليها مش كل حاجه، وبعدين ما مسكوش على طول، ما في الوقت طب ما ما بقاش احنا في وقت بنلزمهم، للمذاكره امال اللي حضرتك. حضرتك بتقوليه هو كلام جميل وكلام بس معقول انا وكلام، مش بس الواقع تنفيذه صعب. الواقع ان لا احنا مثلا ليه يعني انت مثلا بنغير نشاطاتهم، يعني انا يعني انا بعض عندي ولاد بنتي بيلعبوا رياضه كلهم الحمد لله الاربعه، اتنين بيلعبوا في الاهلي رمش واتنين بيلعبوا هاندبول، ما عندهمش وقت، بس ايه يصحى من النوم، بدل ما يصحى من النوم يخش ياخد مثلا دوش او يفطر يعني عارفه شويه في الحياه، لا يصحى من النوم ولا غسل وشه ولا هيفطر، ممكن ينزل الساعه فانت 4 معترضة للتمرين على ما الكلام ده، فطرش. انت معترضة على الكلام ده. قاعد ماسك ده، طب ما عينيه يا جماعه عينيه نظره، هو انت هي الموضوع ايه؟ ماسك ده يجي من التمرين ما خدش دوش ويقعد بعرقه يا ابني ريحه رجليك يا ابني لا شوف اصل معرفش ده ايه سلوك بقى، العيله كلها صفات ما دام عايشه النهارده يعني حتى لا اصل الاسره ده كلها يعني العيله على المسرح ده بقول له سلوك انت تكلمي كده عادي. دي الحاجات اللي انا معترض اللي بعترض عليها بس حضرتك. الحاجه المشتركه اللي عندكم كلها ان هي الرياضه بتنمي الرياضه او بتشغلهم لا طبعا بدل ما الرياضه تشغلوا الهوايات الهوايات لازم بس اشوفهم، لازم دي بشوفهم يعني هواياتهم ايه وانميها، يعني ما انا بعرفها منين؟ من القعده العائليه دي، يلا يا اولاد مثلا في اللي يرسم، في مثلا حد في يوسف ابن بنتي قعد مره رسمني 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 نفس ما شاء الله. خد صوره قلت له برافو عليك، رحت بعتها لمامته في
على الواتساب، بصي يوسف عمل ايه، الله جميل برافو. هنا برضو اكتشاف المواهب مهم جدا. اكتشاف المواهب حلوه جدا. طب استاذه فاديه، في ناس بتقول لا احنا ربنا على الحسم والظبط والربط ونفعت وجابت نتيجه وربت رجاله، لكن ان الدلع اللي انتوا بتدلعوه لي من دول مش نافع. ايه رايك؟ انا بدلع في حدود، انا مش بدلع الشيء مفتوح، في حدود القواعد والمبادئ اللي بنتي وجوز بنتي ماشيين عليها. انا بمشي عليها حتى لو كانت مش متوافقه مع افكار حضرتك. لا يمكن لو بنتي قالت حاجه لابنها وانا مش عاجباني، لا يمكن اعترض قدامه. بس بتتكلمي بيني وبين مامته. بيني وبين مامته، واي حاجه صغيره ممكن مامته تقولها لي فانا ابقى عارفه، لكن خلاف قدامهم بيلخبطهم استحاله. وبعدين دايما دايما احبب احفادي في الام في الاب. القيم مش بس كده، كلمه بحبك، كلمه ميرسيه، كلمه شكرا. لما بابي ومامي يخرجوك لازم تقول لهم شكرا وانت راجع. لما يجيبوا لك لبس جميل تقول لهم الله جميل. كمان في حاجه اسمها تواصل. تواصل انا مش عايشه جنبهم بصراحه، زمان كنت عايشه جنبهم، دلوقتي هم بعدوا شويه. فالتواصل بقى عندي ده مهم جدا جدا. ازاي لما رغم البعد ده بتتواصلوا ازاي حضرتك؟ يوميا الموبايل ده بقى شيء اساسي في حياتي انا كجده. مكالمه، بعمل لهم فيديوهات وابعتها لهم. لو رحت اي مكان جميل اصور نفسي كده ثواني واقول لهم انا في المكان ده وبتمنى المره الجايه تكونوا معايا. الله. بلعب معاهم، بخرج معاهم، بتمشى معاهم، بكون رجليا خلاص مش قادره، بعمل تمارين فيتنس معاهم. الله. تخيلي بقى بيعملوا لي تمارين فيتنس ويقول لي تعالي شوف عضلاتك. طبعا بيلاقوا عضلاتي يعني ما فيش. لازم فانا قصدي ان فعلا ممكن اتقرب لاولاد بنتي، ومش بالحزم، مش بالشده، مش بالكلمه السيئه، بالحب، بالفهم بالطبطبة. والمشاركه والتواصل. يكفي ان انا لما بلاقي ابن بنتي جاي عندي او انا رايحه له، الحضن اللي بيديهوني ده انا بقوله بالدنيا، انا ما ببقاش عايزه اسيبه. الحضن نفسه بيتكلم بالظبط، بيقول كلام كتير بالظبط. انا واحده عايشه بالحب الحنان الكلمه الحلوه صدقه زي ما بيقولوا. أكيد.